أسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة. السيدات والسادة، أولياء الأمور أينما كنتم، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في حفل التخريج الافتراضي لمدرسة المستقبل لعام 2020. إن جدهم واجتهادهم على مدار الأعوام السابقة لابد أن يكلل بفرحة النجاح، وهذا ليس بغريب على شعب اعتاد أن يصنع من المعيقات جسراً يأخذهم إلى بر الأمان والنجاح. مررنا جميعاً بظروف استثنائية وما زلنا نتحدى كل الصعوبات، آملين من الله أن يحمي الناس جميعاً. على مدار هذه الفترة قامت مدرستنا وبتوجيهات من مجلس الإدارة والطواقم الإدارية بمواكبة المتابعة المتكاملة مع طلبتنا من خلال التواصل الإلكتروني والتعليم عن بعد بنظام تعليمي ممنهج وبمساعدة من طلابنا وأولياء أمورهم. فلا بد لنا أن نؤكد أن قدرتنا المميزة في هذه الظروف العصيبة هي التي كرست تواصل طلابنا مع معلميهم على مدار الوقت للاستفادة من المواد التعليمية. ومن منطلق حرصنا الدائم على طلابنا نؤكد حقهم بفرحة التخرج حتى لو كان افتراضياً. ولا بد أنكم تتساءلون عن العقول النيرة التي تقف وراء هذا الصرح العظيم. إنهم أعضاء مجلس الإدارة الكرام. أما الآن يسعدنا أن نرحب برئيس مجلس الإدارة السيدة منال زريق ومدير المدرسة السيد جورج باوري. شكراً وأهلاً وسهلاً بكم. أرجو الاستمرار في الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. أنا العلم الفلسطيني، أنا المزروع في أجناد حطيني، أنا حيفا تلوح لي وبيسان تناديني، أنا صفد تعاهدني ورام الله تحييني. والآن مع السلام الوطني الفلسطيني. شكراً. حلم ترجل وارتقى مجد الفخار، وبصائر الفرح البهيج تواعدت للانتصار. أقبل علينا أيها الفوج الجديد، رتب طموحك وانتهج عزم الحديد. لا تبتئس مهما اعتراك من القيود، من كان ذا حلم لا يخاف الرعود. أيا فلسطين قبلي هذه الوجوه. والآن مع الزميلة دنا. السادة والسيدات المحترمين، أهلا وسهلا بكم. نقدم لكم الفوج 19 من مدرسة المستقبل. لنبدأ في هذه الشعلة من الذكاء
وأكبر العلامات حصد، ومن تعبه رصد، ودائما متفاني لأنه أدهم محمد قدماني. ألف مبروك. رياضية، فنانة، وبالذوق خلابة، حبيبتنا بسان مازن دعنا. عند الجد أجدع زلمة، وبالانبساط أحلى نهفة. مين غيره؟ محمد فطافطة. رشيقة، أنيقة، وأسئلتها سليطة. مين غير سارة محمد القواسمي؟ خلى عيون المدرسة ورا، بس حضوره بيبعت للقلب دفى. تفضل يا طارق ماهر النابلسي. فيش أشطر منه بكلمة بعرفش، معرفتش، ما فهمتش، وهو بالواقع عارف وفاهم ومخطط، شاري راحة باله بهداوة باله. طارق نادر بياع. عيونه أحلى من زرقة البحر، يا عيني.
ولعيب تايكواندو، بس بالشطرنج كمان ما حدا قده. أمير خالد برهوتي. طبعا هو عارف وفاهم كل شيء، بس ما بيعمل الا اللي براسه، اللي براسه بس اللي بيمشي. عارف وين مصلحته؟ لانه محمد وليد عاليه. فنانة موهوبة وعازفة بيانو مرموقة، ما إلنا غير داليا خالد زرعي. فهمانة وحنونة وللخير إيدها دايماً ممدودة. إنها بسان غسان كاتبة. الضحكة ما بتفارق وجهه، خفيف دم وصاحب نكتة وصاحب صاحبه، لأنه خالد هشام أبو حجلة. مؤدب وخلوق، وإذا بدك إشي من عيونه بيعطيه. هو كريم حسام قرادة. هادي هدوء ما قبل العاصفة، ولكن شعلة من الذكاء والإصرار. إنه أحمد جرير رضوان.
اسم على مسمى، برستيج واتيكيت، وطلتها بتنور بالمدرسة وبالبيت. قمر عماد الزهيري. وين ما بدك بتلاقيه، في الممر بتلاقيه، لما تخلص الحصة بتلاقيه، بيخلص الحصة بيقوم بيشرف، بس المصيبة إنه خفيف دم ومحبوب وعلامات كاملة مش عارف كيف. آدم منصور العصا، تفضل. هادي بطبعه، سلس بالتعامل، متعاون وخدوم، شادي مازن شامية. مرحبتين ومرحبتين، وينهم هالدبيكة وين؟ ولو معقول هالسؤال وريما بالبال، ريما أمجد العسيلي. أكثر من هيك ما في، أدب وأخلاق ورزانة، لأنها سندس موسى أبو دية. فنانة بصورها والتكنولوجيا لعبتها، بانا نزيه الصوص. ذكية ومشاكسة،
فهيمة الصف وبياخده بوجهة نظرها وعارفة مصلحتها. هبة كاترينا سحوان. عرفناها من فترة بسيطة ومن رزانتها اللطيفة وبسمتها الخفيفة، قلوب الصف أسرت. هي نور يوسف نور. طبعاً ما بدنا ننسى الصبية اللي من خجلها بيستحي زهر الياسمين ومن شطارتها أينشتاين بده سنين، حليمة بهاء أحمد. للأسف ما قدرت تكون معنا بسبب الجائحة وعدم قدرتها على العودة للوطن. ألف مبروك لتخريج الفوج 19. ألف مبروك. شكراً للزميلة دونا، وألف ألف مبارك للخريجين. نساء دخلنا التاريخ، سطرنا بأناملهن صفحات المجد، حفرنا بنجاحاتهن وسام الفخر. إنها اليد التي طالما مدت لنا بكل أسباب الحب والوفاء، الهامة التي طالت السماء لتسمو بنا وبمدرستنا. السيدة منال زريق، رئيس مجلس الإدارة. مساء الخير مساءكم، وصباح الغد هو ينبوع الخير والعطاء لفلسطين. في هذا الحفل الاستثنائي لشعب استثنائي وفي ظرف استثنائي، حفل التخريج الافتراضي للفوج 19 لمدرسة المستقبل، بحضور متألق يميزه سطوع 22 كوكباً جديداً في سماء فلسطين تغار منهم كواكب السماء، نحتفل اليوم بتخريج منارات الحرية التي ستضيء سماء وطننا الحبيب. ولذلك نقول الحمد لله الذي بارك لنا في جهودنا وعطائنا، والحمد لله الذي كافأنا على ما بذلنا من عطاء لنرى ثمرة نجاحنا اليوم. ثمرة مباركة تقف أمامنا حاملة شعلة العلم والمعرفة. في تجمعنا الاستثنائي هذا لا شيء يدعو للدهشة، فالعالم كله يعرف من نكون. نحن شعب التصميم، شعب المواجهة والانتصارات على التحديات. أنتم أيها الخريجون من ستمسكون النجوم بأيديكم، أنتم ستحجزون مقعداً لكم في شمس الحرية وستصنعون المستحيل. قد تكون جائحة كورونا قد ألقت بعض الحزن علينا، لكن تذكروا أن الحزن هو لحظة عابرة وعمرها قصير، لكن التفاؤل يمثل عمراً مديداً يمدنا بالأمل والعزيمة. ولأجل هذا أحبوا أحلامكم وامضوا لتحقيقها، فأنتم عماد فلسطين ومستقبلها. أنتم شمسها التي ستمدنا بعد سنوات بالدفء والفخار، وأنتم من سترسمون الابتسامة، وابتسامة النصر على جبين الوطن، وابتسامة الرضا على شفاهنا. لا تحزنوا،
وتذكروا بأن هناك من يتذمر لأن للورد شوك، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك ورد. فنحن نراهن بأن تفاؤلكم وعزمكم من عزم جبالنا الشامخة، لأن جذوركم تنغرس عميقا في حب الوطن. هذا عام الحزم، سنبقى هنا وقد نسافر حاملين الحقائب ومئات الذكريات ودمعة وابتسامات. هذا عام سيمضي وستبقى الآمال والأمنيات منارتنا. كل عام وآمالكم تزهر وانتظاركم يثمر، كل عام وأنتم تحبون الحياة وتؤمنون بأن على هذه الأرض ما يستحق الحلم والحياة. أبارك لكم جميعا في هذا اليوم الاستثنائي، وأبارك لأنفسنا بنجاح مسيرتنا التي هي ثمرة عمل شاق للفريق الواحد على كافة المستويات. هذه المسيرة ستتألق لأعوام كثيرة قادمة، وسيزداد تألقها بوجودكم على أرض هذا الوطن لتتابعوا مسؤولياتكم من أجل الأجيال القادمة. كونوا سفراء لفلسطين، أوعدوني أوعدوا أهلكم أن تعودوا لبناء دولتنا، فأنتم مستقبلنا، أنتم سنابل الخير والعطاء لهذا الوطن المعطاء. ألف مبروك. شكراً. شكراً للسيدة منال زريق. مسك توطن في الأنحاء وانتسب، أضفى على الروض إبداعاً ولا عجبا. أهل المعارف من فازوا بتكرمة عند الإله وكانوا الودق والسحبا. صاغوا العلوم لطلاب وما وهنوا، أهدوا القلوب من التنوير ما وجبا. منذ زمن ليس ببعيد أطل علينا رجل بنى وأسس وطور مدرسة المستقبل، وجعل منها صرحا يحتذى به على المستوى المحلي والعالمي. رجل تحمل المشاق ليل نهار من أجل البقاء والتطوير، السيد جورج باوري مدير المدرسة. We are here today in these very abnormal circumstances to celebrate the day that our graduates move into their next phase of learning. All graduates have a special debt to three groups of people. First, their class colleagues, people who have seen them through the good times, the bad times, the laughter and the tears, and who have been with them through this journey. Secondly, their parents, who have supported and encouraged them for 17 years. They have no idea how many sleepless nights they have caused. And thirdly, their teachers, without whom they would not be here today. In this complex world that we have created, there are many roles in life. Engineers, doctors, dentists, musicians. But there are two roles that have more responsibility than any other. The most responsible role that anyone can have in this world is to be a parent. And the second is to be a teacher. Without good parents acting as role models, their children will not develop the values and ethics of good citizens of the world. And without good teachers, there will not be engineers, doctors, dentists, or musicians. This is my 26th graduation speech. And in that time,
I have seen over 2,000 graduates. This is one of the best jobs you could possibly have. It always amuses me when the growing teenagers behave in a way that they think has never been done before. Hanging out in the toilets, playing sock football in the corridor, pretending they are not using their phones for Facebook. Really? I have seen everything. The chances of me not seeing it is 2,000 to 1. But it amuses me to see people try. This group of graduates are full of various spectrums of characters. We have the studious scientists who are driven by ambitious parents. We have the business entrepreneurs hoping to be millionaires. We have the politicians who have amazing communication skills. They try to talk their way out of any situation. We have the socialites who love to be in the center of attraction. They will be the future Zaman customers. We have leaders who give good advice and guidance. And we have the avoiders, those who avoid doing anything except what they want to do. You know who you are. We introduced a prefect system this year, where senior pupils work between the teachers and the pupils. And this group of graduates have set a very high standard for others to follow. From the prefects, we had to select a head boy and a head girl. And I am grateful for the excellent jobs that Nua Nua and Adam Kadamani have done this year. They will carry the knowledge that they are head boy and head girl for the rest of their lives. I also want to thank the Year 12 house captains and vice captains, Tarek Albaya, Kumar Al-Zuhairi, and Mohamed Fatafta. We had some amazing events this year, which highlighted the fact that no matter how hard things are for yourself, everyone has the capacity to help others. The houses of AMS are directly responsible for helping 100 pupils to be in school in Malawi, and for cancer research to continue to be high profile in Palestine. I also want to acknowledge Sara Kouazmi, who on many occasions was the mature voice of this year group. Our graduates will remember this period and will realize how special they are, coming through it with integrity, dignity, and resilience. And finally, what will the future be for our graduates? 50% of people aged 16 to 24 will have their jobs replaced by automation and artificial intelligence. Did you ever imagine driverless cars? They are here. Okay, we will not have taxi drivers, but that might be a good thing. Did you ever imagine robots doing surgery? It's happening. Surgeons out of a job, redundant. Shops with no workers in at all. Robots stack the shelves. People scan their goods with their iPhone, and payments are made automatically. It's a very scary sounding future, but with the right education, training,
Teachers can prepare students for the jobs automation and artificial intelligence cannot do. We, you, have to be the people who develop the artificial intelligence. At AMS, we are trying to give that experience. One of our girls in year 9 was successful in achieving a visit to the USA this summer. Unfortunately, COVID-19 stopped that. We also have Yazan Bawakni from year 11, who won a full scholarship to the World University of Maastricht in the Netherlands. The opportunities are there, and I'm sure you will take them. As well as the academic success at the school, we are forging new attitudes. I recently saw a young boy on TV, and he was asked, "What would you like to be when you leave school?" Did he say a doctor, or a dentist, or an engineer? No. He said, "I think I will be something that has not been invented yet." And that is the attitude we need. Ready for anything. AMS is a community. It is like an extended family. It's a place with feelings and aspirations. It's a place where everyone cares for each other. We don't just teach, we care for you. We have a special year group here. And so I would like to give to you the graduates of 2020. Thank you. ماجدة من فلسطين وهامة من هاماتها، قامة كنعانية أسرت القلوب وسكنت الأرواح، عاشقة لفلسطين ومتجذرة فيها، صلبة الإرادة، صديقة الشعب، سيدة رام الله الأولى وأم الكل. عطوفة الدكتورة ليلى غنام، محافظ محافظة رام الله والبيرة. مساء الخير لكل المشاهدين. هذه المقدمة لأن هذا الحفل استثنائي وسيكون هناك مشاهدين عبر وسائل التواصل وليس حاضرين كما اعتدنا على لقاءاتنا بكم في ظل هذا الظرف الاستثنائي وفي ظل هذا الوباء الذي سنخلص منه قريبا إن شاء الله ومن بعده من هذا الاحتلال. أسعد الله أوقاتكم. وفي بداية حديثي شكرا لهذه المقدمة الرائعة الذي تابعت تقديمها عبر وسائل تواصل وليس عبر لقاء مباشر في هذا اليوم الاستثنائي. وأقول لها ليلى غنام ليست سيدة رام الله، سيدة رام الله وسيدة الوطن، هي أم الشهيد، هي أم الأسير الشهيد الحي، هي الأسيرة، هي الشهيدة، هي الماجدة المناضلة التي تقاوم في القدس من أجل الدفاع عن مقدساتنا، هي الغزية، هي الفلسطينية في الشتات، وهي كل فلسطينية مبدعة وماجدة ورائدة وشامخة وستبقى كذلك بإذن الله. هذا يوم استثنائي ولكن ليس بغريب على الفلسطيني والفلسطينية اللي دائما فكروا خارج الصندوق. الفلسطيني الأسير الحر الذي يقهر سجانة ويحاصر سجانة وليس العكس، وليس العكس، هو أخرج نطفة مهربة ليصنع حياة، ليصنع سفراء الحرية، وهذا كان شيء ربما مستحيل في الكثير من الدول وفي العالم. فهذا الفلسطيني صنع الحياة من رحم المستحيل، وإن شاء الله يكون دائما هناك فرح في حياتنا. مبروك للخريجين، للأهالي اللي انتظروا هذه اللحظة، وللمدرسة الرائعة والمميزة التي فكرت خارج الصندوق. ولكن اللقاء القادم إن شاء الله يكون في حفل ليس بافتراضي، حفل واقعي، حفل الاستقلال، النصر، التحرير، اللقاء بالأسرى الأحبة المناضلين والأسيرات، والترحم على الشهداء. نكون في القدس بإذن الله عاصمة محررة لدولتنا الفلسطينية. في العام الماضي 2019
تم افتتاح مدرسة المستقبل للموسيقى بالشراكة مع الموسيقي الفلسطيني سامر راشد لتعليم الموسيقى وفق منهاج أكاديمي بريطاني للطلاب من عمر 7 سنوات فما فوق. وقد أتمت المدرسة عامها الأول بنجاح، واحتفلت بتخريج 16 طالباً من أعمار مختلفة لآلات البيانو والكمان والجيتار. حصلت مدرسة المستقبل للموسيقى على اعتماد من كلية لندن، لندن كوليدج في المملكة المتحدة، بحيث تتم مصادقة شهادات الطلاب من كلية لندن للموسيقى، والتي تعد إحدى أعرق كليات الموسيقى في العالم. والطاقم الأكاديمي في المدرسة، في مدرسة المستقبل للموسيقى، هم أيضا موسيقيون ممارسون ولديهم خبرات واسعة في العزف والأداء. والآن نقدم لكم هذه الفقرة الموسيقية، يقدمها لكم الأستاذ سامر راشد مدير مدرسة المستقبل للموسيقى. استماعا طيبا. أبطال المستقبل، شهود الحق في بلد قدسه الله في سمائه، وقدسه الشهيد بدمائه، وغنى له الحادي من عذاباته. لها لطف وإحساس رقيق، وقولي شبه كاملة عنها قليل. والآن مع كلمة الخريجين باللغة العربية والطالبة نور نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أسعد الله أوقاتكم. اليوم أتحدث بالنيابة عن خريجي مدرسة المستقبل لهذا العام. أما بعد، يسعدني أن أرحب بالجميع، الضيوف الكرام، الأهالي الأعزاء، أعضاء الهيئة التدريسية وزملائي الخريجين. تدور عجلة الأيام مسرعة، هذا مصطلح شائع الاستخدام ليعبر عن مدى مرور الوقت سريعاً. لم أشعر بهذا صدقاً قبل هذه اللحظة. أتذكر كم كنا جميعاً ننتظر الوقوف هنا رافعين هاماتنا، ويكاد الأمر يكون بعيد المنال، لكننا فعلنا ذلك. وكما يقول الجميع، اليوم هو اليوم الذي نباشر به رحلتنا بالقدر الذي انتظرنا به هذا اليوم الأغر. فلقد رحبت بنا مدرسة المستقبل ولاقتنا بأذرع مفتوحة، ولقد علمتنا أن المدرسة ليست مكاناً للإنجازات الأكاديمية فحسب، بل مكان لمساعدة الروح في بناء شخصية قوية فريدة تحمل في طياتها عدداً من المهارات والخبرات التي لا تصدق. لقد كانت هذه السنة زاخرة بالكثير من البهجة والمعاناة، والأكثر أهمية هو الفخر. ولوالدينا المحبوبين نقول: لقد عملنا بجد لإحراز النجاح، لأنكما بينتما لنا أن العمل الجاد يرافقه النجاح الباهر. لقد كان لدينا الحافز، لأنكما كنتما دوماً تدأبان على بنائنا والإعلاء من شأننا. لقد التحقنا بالفرق والأندية، لأنكما بينتما لنا كيف يكون الشعور بروح الفريق. فريقنا الأول، النادي الأول، هو أسرتنا. إن يدكم ممدودة على الدوام لمساعدتنا وعوناً لنا في كل آن، وشعورنا بالحاجة إليها كان لا يفارقنا. إنه لشرف عظيم لي أن أتوجه بأسمى آيات الشكر لكل واحد منكم، لأنه كان هناك منذ البداية. وأقف هنا لأشكر من على هذه المنصة كل فرد في هذه المدرسة، من تعاون وعمل على مساعدتنا والأخذ بيدنا نحو النمو لنصبح طلبة مستقلين كما هو حالنا اليوم. وأود أن أشكر طلبة صفي الذين كانوا معاً جنباً إلى جنب مساندين طوال هذه الرحلة. وأود أن أتقدم بأجمل باقات الشكر والعرفان لكل معلم ومعلمة أفنوا وقتهم ليجعلونا ناجحين. وأخص بالذكر السيدة منتهى عبد ربه على جهودها الجبارة في تنظيم هذا الحفل الرائع في ظل الظروف الراهنة. السيدة ريم حداد التي كانت تدفع بنا إلى الأمام طوال مسيرتنا، إذ لم يكن بوسعنا الانتقال إلى المرحلة التالية دون جهودها. والسيدة دنا كفري لمساعدتها لنا في تنظيم الفعاليات والنشاطات البارزة التي لن تغادر ذاكرتنا أبداً. والسيد جورج باوري الذي يعمل بكل جهد للتأكيد أن كل شيء يسير على ما يرام. وإذا سمحتم لي فإني أود أن أعيد كلمة الشكر هذه للسيد جورج باللغة الإنجليزية. Mr. George Bowery, thank you for working hard to make sure everything was on the right track the whole time. And it was our privilege to work under your supervision for the past 2 years. وأخيراً وليس آخراً، باقة معطرة من الورد والياسمين أقدمها للسيدة منال زريق التي أسست هذه البيئة التعليمية المزدهرة التي استمتعنا بالنمو فيها. إن الكلمات أقل ما يمكن أن نشكر به أصحاب الأيادي البيضاء الذين جعلونا نتمتع بسمات مختلفة عن الآخرين. سأغادركم الآن للاستمتاع ببقية فقرات هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للطالبة نور نور. إنهم أعظم هبات الحياة، قبلة السماء على جبين الأرض، قثارة الدنيا وبريق الكون، يبعثون فينا نسائم الأمل وبهجة الحياة. ذكاء خارق في حب علم وتهذيب على أدب جليل. والآن مع كلمة الخريجين باللغة الإنجليزية تلقيها الطالبة هبة كاترينا سحويل، فلتتفضل. Hello,
The reason why we are here today because our moms told us if we drink milk and finish our food, we will be able to grow fast and graduate. Blink, blink, this is where we are today. Dear Mr. George, Ms. Manal, respectful teachers, fellow graduates, friends, family, and beloved ones. Jokes aside, the real reason why we are here is because of the sleepless nights we had studying for our exams, the tons of past papers we solved and the hours spent revising, and of course, our ambition and determination, as well as the school's cooperation for us to succeed and to reach our goals. Dear Mom, I want to express my gratitude for your support over the years, for instilling me with a great passion for learning and teaching me not to give up and do everything possible for me to become a better me. I know how much you have sacrificed, and despite your tight budget, you have never complained about the cost of my education, but instead, you insisted that I do my GCEs and do more. I'm honored to be graduating from Al Mustaqbal School and owing this success to you. Today, my heart feels heavy to leave. I've been a part of this family for 15 years, and I know I will always be. I'm leaving it today with my childhood memories and my classmates who spent more than half of our lives together. Growing between the school walls, having the loudest laughs in those small classrooms sitting on regular desks, but yet be able to make wonderful memories. Thank you, my classmates, for being an amazing second family. I had my first steps here in kindergarten with Miss Mariana. I learned how to read and write with Ms. Nisreen, and I wrote my first poem with Ms. Iman. And the reason why I'm standing here speaking English with confidence is Ms. Muntaha. Thank you. Thank you to all my teachers. Thank you, Ms. Fida, for the ICT course, because before it, I saw it as a resource only providing clear communication. Last but not least, thank you for my A-level teachers. For Mr. Al-Jamal, for not only teaching me the value of numbers, but for teaching me the value of life. For Ms. Fida, for tutoring me, life starts with a single cell and continues to grow until it becomes a fully capable structure. Ms. Islam, thank you for teaching me that without concentration and focus, the chemical equation of life will never be balanced. My journey here wasn't only about learning, but also making friends and having life-guiding teachers, being in eco-friendly clubs, going on school trips, and volunteering to change the community. This year has been tough on all. Our senior year didn't go as planned. We missed the senior prank. We missed 3 months of us together, again, for the last time in this building, before everyone leaves and chooses their own unique pathway in different countries. But let's promise, after we leave this door, when our paths will cross again, we will always be the helpful hand we are now. However, we're lucky. We're lucky enough to enjoy the struggle of finding the perfect prom dress or the warm bonfire in a cold fall day. But most importantly, we're lucky enough to celebrate the moment we have waited for 18 years, to walk across this stage and say, Class of 2020, we made it. Ms. Dunab, في هدية من صف 12 عشان عجبنا شوي بالمدرسة آخر سنة وهيك فشكرا كثير. شموسنا توجت شمس النهار نتاج من أكاليل الندار نورهم في جبين الدهر صبح أنارت أضواؤهم ليل السحار فلسطين الخير قد حققت حلما توسد بالاجتهاد والاستبار والآن حان وقت القسم وكلنا شهود مع السيدة منال زريق رئيس مجلس الإدارة.
نرفع ايدنا اليمين. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان اكون مخلصا للوطن، ان اكون مخلصا للوطن، وان اثابر على طلب العلم، وان اثابر على طلب العلم، وان احترم من علمني، وأن أراقب الله في أعمالي بأمانة وشرف، وأن أوظف خبراتي لخدمة شعبي ومدرستي، والله على ما أقول شهيد. ألف مبروك. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا.